التموين تصدر تعليمات جديدة بشأن صرف السكر بالبطاقات. أصدرت وزارة التموين عبر المهندس مجدي عبد الحليم عفيفي رئيس الإدارة المركزية لشؤون التموين والتعاونيات الاستهلاكية تعليمات جديدة بشأن صرف كميات السكر عبر بطاقات التموين. ونصت التعليمات الجديدة التي حصلت عليها جريدة المال على نسخة منها على أنه بالإشارة إلى التقرير المعروض على وزير التموين الدكتور علي المصلحي والمتضمن بيان موقف السكر الحر الذي يتم صرف بالبطاقات التموينية طبقا للتوجيه الوزاري رقم 31 لسنة 2023 والمؤشر عليه من الوزير في 18 ديسمبر الجاري، فيتم التوجيه بجميع المديريات بالإنذار لأي بدال أو جمعيتي لم تقم بالاستلام حتى اليوم 20 ديسمبر يتم العرض لإيقاف الحصة التموينية في الشهر المقبل. وفي نفس السياق وفي 18 ديسمبر الجاري أصدرت الشركة المصرية للتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين تعليمات بشأن تنفيذ التوجيه الوزاري رقم 31 وفي 7 ديسمبر الجاري بشأن صرف حصص من السكر الحر لإضافة البدالين التموينيين وأصحاب مشروع جمعيتي بداية من 11 ديسمبر، لذا يتم التنبيه مشددا بأن يتم صرف الاستعاضة الأولى بنسبة 25% من إجمالي المستحق للتاجر بدون قيمة.